يكن مستغرباً أن يستعين إمام مسجد بصديقه المسيحي ليوصله لأداء صلاة الجمعة بعد أن تعثرت به السبل بسبب المنخفض الجوي. لم يكن مستغرباً لأنك في الأردن، حيث أكلنا كثيراً عندما كنا أطفالاً في منزل جارتنا العمة أم بهجة سهاونة دون أن نهتم بأنها مسيحية، وحيثما يزال إخواننا المسيحيون يشترون ملابس جديدة لعيد الفطر والأضحى قبلنا. إنما كان استغرابنا من تحول هذه القصة إلى ترند ومن التفاعل المبالغ فيه في بلد لم يشهد يوماً تفرقة دينية. كان العيش الأخوي زاده ووحدة الأبناء مراده في بلد كان الخوري يجمع للمسلمين أقساطهم الجامعية وتذاكر سفرهم خارج البلاد، وكان إمام الجامع يحسب حساب المسيحي كما يحسب حساب المسلم في المساعدات التي تصله من مال وزاد، وما يزال على المحبة ذاتها وعلى الأخوة ذاتها وعلى عهد الراحل حبيب زيودي حين قال: أردن يا بلدي ويا ضوع الحروف على فمي، يا دار فاطمة التي تبكي لدمعة مريم، هز المسيحي الصليب فرق قلب المسلم، سيد الهوى وطني هنا الأردن بمسلميه ومسيحييه، وهنا للمجد بيت يؤويه.